بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية. ومع هذا المقال من على هد الجريدة لو 360 كما نلاحظ هذا الموضوع تعلق بصحة الأطفال. إذن كما نلاحظ هنا دي سبستانس كونسيريجين دون لي كوش بور بيبي. دي سبستانس إذا نتكلم عن مواد كونسيريجين أنها تسبب السرطان دون لي كوش بور بيبي في حافظات الأطفال كما نلاحظ dans les couches pour bébé. إذن كما نلاحظ هنا كيوسك 360 une enquête effectuée en France. إذن نتكلم عن une enquête, إذن نتكلم عن تحقيق effectuée en France, يعني أنه أنجز بفرنسا, démontre que des couches pour bébé, أنه يوضح بأن حافظات خاصة بالأطفال importée au Maroc, أن تم استيرادها إلى المغرب. طبعا نتكلم عن الverb importé, فعل استوردة, فعل استوردة عكس وهي اكسبورتي. اكسبورتي انك تصدر. اذا نتكلم عن لامبورتاسيون يعني الاستيراد, ومنها كما عندنا هنا لو فيرب امبورتي. اذا هنا امبورتي او ماروك يعني انها مستورده الى المغرب. كونتيان دي برودوي نوسيف. كونتيان طبعا عندنا لو فيرب كونتينير. كونتينير يعني احتوى. كونتيان انها تحتوي, هذه الحافظات تحتوي دي برودوي نوسيف. دي برودوي نوسيف تحتوي على مواد مضرة. voire cancérigène. أكثر من هذا voire كما نقول بل أكثر من هذا cancérigène أنها مسببة للسرطان. كما نلاحظ هنا à en croire la toute dernière enquête du magazine français 60 millions de consommateurs les couches de nos enfants contiendraient des produits toxiques à en croire. كما نقول لنعتقد هذا à en croire la toute dernière enquête. La toute dernière enquête, يعني آخر تحقيق du magazine français, du magazine français, للمجلة الفرنسية, 60 مليون de consommateurs, 60 مليون من المستهلكين. طبعا نتكلم عن les consommateurs, يعني المستهلكون, ومنها فعل consommer, consommer أنك تستهلك. إذا les consommateurs, المستهلكون. La consommation, استهلاك, 60 مليون de consommateurs, 60 مليون من المستهلكين. لي كوش دو نو زونفون حفاضات اطفالنا كونتيندري. لي كوش دو نو زونفون كونتيندري دي برودو توكسيك. حفاضات اطفالنا انها كانت تحتوي على دي برودو توكسيك مواد مسمومه. الصباح كي رابورت لي كونكليزيون التي اوردت لي كونكليزيون. لي كونكليزيون كما نتكلم عن الخلاصات, انها اوردت الخلاصات من هذا التحقيق دو سيت اونكيت من هذا التحقيق dans son édition du mercredi 19 septembre. في نشرتها كما نقول dans son édition في نشرتها أو في مطبوعتها du mercredi 19 septembre. du mercredi يوم الأربعاء 19 septembre 19 سبتمبر indique que les analyses effectuées indique يعني أن تشير que les analyses effectuées dans ce cadre بأن التحليلات التي تمت في هذا الإطار on démontré أنها أوضحت أنها بيّنت que plusieurs marques de couches بأن هناك عدة أنواع من هذه الحفاضات pour bébé الخاصة بالأطفال contenait أنها كانت تحتوي. طبعا عندنا لو verbe contenir flamparfait أنها كانت تحتوي des résidus de pesticides comme le glyphosate comme le glyphosate qui contenait des résidus التي كانت تحتوي على بقايا de pesticides أنها تحتوي على بقايا مبيدات تحتوي على بقايا مبيدات. On démontrait que plusieurs marques de couches pour bébé contenaient des résidus de pesticides comme le glyphosate مثل مادة الغليفوسات. Classifié par l'agence internationale de recherche classifié كما نقول أنها مرتبة أو كما نقول أنها تعد par l'agence internationale إذا نتكلم عن وكالة عالمية de recherche للبحث autour du cancer للبحث حول السرطان. للبحث حول السرطان كما نقول هنا طبعا نتكلم عن جهة إذا نتكلم هنا عن agence internationale كما نتكلم عن وكالة عالمية de recherche للبحث autour du cancer حول السرطان. parmi les produits cancérigènes parmi les produits cancérigènes. هي اعتبرتها من بين المواد
المسببة للسرطان. دوت برودوين ويزيبل على سونتي دي زونفون. هناك مواد أخرى مسيئة لصحة الأطفال. دوت برودوي إذا نتكلم عن مواد أخرى كما نقول منتوجات أخرى. نويزيبل أنها مسيئة كما نقول على سونتي دي زونفون لصحة الأطفال particulièrement des plus petits. خاصة الأطفال الصغار. particulièrement des plus petits. خاصة الأكثر صغارا كما نقول. ont également été découverts. يعني أنهم أيضا تم اكتشافهم. إذا نتكلم عن مواد أخرى بعد المنتوجات أنها مسيئة لصحة الأطفال خاصة الصغار منهم. تكون صحتهم طبعا جد ضعيفة. ils peuvent avoir des conséquences dramatiques. يعني يمكن أن تكون لهم دي كونسيكونس كما نقول نتائج دراماتيك. دراماتيك كما نقول كارثية. نتكلم أحيانا عن لودغام. لودغام كارثة. إذا دراماتيك كارثية. سور نوطامو يعني على بالخصوص لو سيستيم هرمونال على النظام الهرموني ستكون لها آثار خطيرة أو كارثية خاصة على بالخصوص على النظام الهرموني للطفل. La publication ne manque pas de souligner que l'enquête a également concerné des marques importées au Maroc. إذا la publication, إذا هذه المنشورة ne manque pas. يعني أنها لم ينقصها كما نقول. لم ينقصها de souligner بأن تسطر. كما نقول بأنها لم تنسى أن تسطر على. إذا ne manque pas de souligner. Ne manque pas de souligner que l'enquête a également concerné des marques importées au Maroc. هي لم تنسى أن تسطر كما نقول أو أن تركز بمعنى آخر كو بأن لونكيت أ إيغالمو كونسيرني دي مارك أمبورتي أو ماروك بأن التحقيق أ إيغالمو كونسيرني يعني أنه يهتم أيضا أو أنه اهتم أ إيغالمو كونسيرني دي مارك يعني أنه كانت له صلة بدي مارك بأنواع المنتوجات أمبورتي أو ماروك التي تم استيرادها إلى المغرب أو لي ريزولتا حيث النتائج obtenue en France التي تم الحصول عليها في فرنسا المحصل عليها في فرنسا sont donc aussi valables هي أيضا صحيحة valable أو جائزة. La publication ne manque pas de souligner que l'enquête a également concerné des marques importées au Maroc ou les résultats obtenus en France ou les résultats obtenus en France sont donc aussi valables حيث النتائج المحصل عليها في فرنسا يعني أنها صحيحة. Pourtant, ces mêmes marques, pourtant, مع ذلك, ces mêmes marques, نفس هاد المنتوجات أو أنواع المنتوجات, s'étaient engagées, il y a un an, à ramener à zéro le taux de risque de produit. يعني أنها راهنت, أو أنها كما نقول, أنها كانت متفقة كما نقول. s'étaient engagées, أخذت المبادرة, أنها اتفقت بمعنى آخر. s'étaient engagées, أنها اتفقت. إلي أنه يعني منذ سنة أغمني أزيرو أغمني أزيرو أغمني أزيرو يعني بأن نأخذ إلى الصفر. إذن هي اتفقت على أن تأخذ إلى الصفر لو طو دو ريزيدي نسبة البقايا. لو طو دو ريزيدي نسبة البقايا دو برودوي لمواد دونجورو. ست أنجاجي إلي أنه a ramené à zéro le taux de résidus de produits dangereux. Et de l'étaqouda et la sèvre, comme on a dit, nisbet de résidus, nisbet al-baqaya de produits. Mawad dangereux, mawad al-khatira dans leurs produits. Fi mentoujatim. Allez, yakhoud mawad al-khatira fi mentoujatim. Le maqsoud fi masnouatim. Nethaddet huna an hafidat al-atfal. C'était lorsque le même magazine avait révélé les résultats de sa première enquête, c'était lorsque le même magazine avait révélé les résultats de sa première enquête en 2017 et 2017. يعني كان هذا التعهد يعني أن هذه الشركة تعهدت بأن تأخذ إلى الصفر المقصود بأن تنقص. إذا كانت النسبة كبيرة عليه أن تأخذ إلى الصفر المقصود أن تنقصها لتوصلها إلى الصفر بحيث تكون هذه المنتوجات لا تتضمن أي مواد خطيرة على صحة الأطفال. سيتي لوسكو إذا كان هذا التعهد عندما عندنا هنا كان عندما سيتي لوسكو كان عندما المقصود أن هذا التعهد كان عندما لو ميم ماجازين نفس المجلة افي ريفيلي لي ريزيلتا دو سا بروميير أنكيت أظهرت النتائج دو سا بروميير أنكيت
لأول بحثها عن 2017 في 2017. أنوطي كما نقول للتذكير، أنوطي للتذكير كما نقول سبوندون كما نقول مع ذلك كوليتو انرجستري، بأن النسب المسجلة عن 2018 sont inférieures à ceux de l'année dernière، يعني أنها كانت أقل من نسبة السنة الماضية، يعني كما نقول بأن السنة الماضية عرفت زيادة بالنسبة لسنة 2018. À noter cependant que les taux enregistrés en 2018 sont inférieurs à ceux de l'année dernière. يعني أن كانت أقل من السنة السابقة. Dans l'année dernière. يعني أن كانت أقل من السنة السابقة. Ce qui prouve, الذي يثبت. طبعا عندنا لو فيرب بروفي كما نقول أثبت أو برهن. Ce qui prouve, إذن مما يبرهن كان travail a été bien fait. بأن هناك عملا تم بشكل جيد. كان travail a été bien fait. بأن هناك عملا تم بشكل جيد. Dans ce domaine, في هذا المجال. Dans ce domaine, في هذا المجال. طبعا في مجال صناعة الحافظات. Du moins par certaines marques. على الأقل في بعض أنواع المنتوجات. Du moins على الأقل par certaines marques. على الأقل في بعض المنتوجات. يعني أنه كان العمل جيد على الأقل في بعض المنتوجات. Sans pour autant parvenir à un niveau de risque nul pour les enfants. بدون الوصول إلى مستوى خطورة nul. يعني صفر. Pour les enfants. يعني أن ما وصلوش إلى نسبة صفر. التي اتخذوها طبعا كهدف. طبعا هذه الشركات رغم أنها حاولت أن تنقص من المواد الخطيرة المتواجدة في هذه المنتوجات إلى أنها لم تستطع إلى الوصول إلى مستوى الصفر، كما عندنا هنا sans pour autant parvenir à un niveau de risque nul pour les enfants، يعني بدون الوصول إلى خطورة صفر pour les enfants للأطفال. Et selon les résultats de l'enquête وحسب نتائج التحقيق le facteur coût ne serait pas étranger à cette situation. Le facteur coût ne serait pas étranger à cette situation. Le facteur coût بأن عامل الثمن لو كو يعني الكلفة. إذا نتكلم هنا عن لو فاكتور كو، إذا نتكلم عن عامل الكلفة ne serait pas étranger، يعني أنه لن يكون أجنبيا. المقصود بأن هذه المسألة داخل فيها عامل الكلفة، يعني كلما تم النزول إلى مستوى النسبة صفر سيكون هناك ثمن، طبعا ستكون هناك كلفة. إذن طبعا هذا عامل الكلفة هو الذي يؤثر على هذه المنتوجات ولا يجعلها تنتج بدرجة صفر خطر أو بنسبة صفر خطر. إذن لو فاكتور كو نو سوغي با اتخونجي أسيت سيتياسيون، يعني أن عامل الكلفة لن يكون أجنبيا، يعني أنه داخل في هذه المسألة وليس أجنبيا، ليس بخارج عن هذه العملية. À cette situation, les aides à l'audit. Puisque les marques qui ont augmenté leur prix de vente sont celles qui affichent les meilleurs résultats. Madame Anna, Madame Anna, le market qui ont augmenté leur prix, qui ont augmenté leur prix de vente, الذين رفعوا من ثمن بيعهم سونسيل هي التي كي افيش لي ميور ريزولتا، كي افيش لي ميور ريزولتا، التي تنشر، التي تعلن احسن النتائج. اذا وبالتالي سيكون لها ثمن عالي. الصباح كونكلي اون فيزون رماركي كو سي اون فرانس لي اسوسياسيون دو بروتيكسيون دي كونسوماتور اون لو بوفوار داجير بور شانجي لا سيتياسيون. الصباح كونكلي en faisant remarquer que si, en France, les associations de protection des consommateurs ont le pouvoir d'agir pour changer la situation, As-Sabah Tartim, Eden As-Sabah conclut. As-Sabah Tartim, taban adnana le verbe conclure, yani fi'l, khatama. Wa minha la conclusion, yani khatima. Eden As-Sabah conclut. As-Sabah Tartim, en faisant remarquer que si, en France, عاملة على الإشارة إلى أنه إذا كان في فرنسا les associations de protection des consommateurs يعني أن جمعيات حماية كما نقول هنا المستهلكين ont le pouvoir d'agir، يعني عندها
سلطة التأثير أو لو بوفوار داجير، عند سلطة التأثير. طبعا بوفوار ممكن أنه يكون فعل، بوفوار كما عندنا هنا ممكن أنه يكون فعل المقصود باستطاع أو أمكنه، استطاع أو أمكنه، لكن أيضا تعني السلطة. أو لو بوفوار داجير كما عندنا هنا نتكلم عن اسم هنا، إذا بوفوار ممكن أنه يكون اسم ويعني السلطة مثلا أو القدرة إلى غير ذلك. إذن أو لو بوفوار، إذا نتكلم عن الجمعيات، إذن أشارت الصباح بأنه في فرنسا جمعيات حماية المستهلكين. أو لو بوفوار داجير، أو لو بوفوار داجير يعني عند سلطة تأثير pour changer la situation، من أجل تغيير الوضعية. Ce n'est pas forcément le cas du Maroc. Ce n'est pas forcément le cas au Maroc. ليس نفس الشيء بالمغرب. Ce n'est pas forcément. ليس بالضرورة le cas au Maroc. كما نقول هنا الحالة بالمغرب، الحالة بالمغرب، المقصود هنا ليست بالضرورة نفس الحالة في المغرب. أو سو بروبليم، حيث هذا المشكل. أو سو بروبليم، حيث هذا المشكل. بورتون دين غروند غافيتي، يعني حاملا لخطورة كبيرة. نو في رياجير بيرسون، نو في رياجير بيرسون، نو في رياجير بيرسون، لم يعمل على ردة فعل أي شخص. ليس هناك أشخاص يتحدثون، ليس هناك جمعيات يعني أن تناضل من أجل خفض نسبة الخطورة في الحفاضات. إذا سوني با فورسيمون لو كا أو ماروك، ليس بالضرورة نفس الحالة بالمغرب. أو سو بروبليم، حيث هذا المشكل. بورتون دين غروند غرافيتي، بورتون دين غروند غرافيتي، يعني أنه حاملا لخطورة كبيرة. نو في رياجير بيرسون، نو في رياجير بيرسون، لم يعمل على ردة فعل شخص. طبعا نتكلم على لو فيرب أجير، يعني أنك تبادر. رياجير أنك تكون لك ردة فعل على شيء ما، أن تكون لك ردة فعل على شيء ما. إذا نتكلم عن لو فيرب رياجير، دي موا على الأقل، هنا في الحقيقة دي موا باغ، دي موا باغ، على الأقل من طرف. سو كي سوغي أو ميزيغ دو فار كيلكو شوز، يعني من طرف الذين سيكونون أون ميزيغ، كما نقول في القدرة، أون ميزيغ، أون ميزيغ كما نقول في ظرفية، أون ميزيغ كما نقول القادرين في الظروف الملائمة، أون ميزيغ في حالة قدرة دو فار كيلكو شوز، بأن يفعلوا شيئا. أون ميزيغ دو فار كيلكو شوز، يعني في حالة قدرة على فعل شيء. دي موا باغ، دي موا باغ سو كي سوغي، دي موا باغ سو كي سوغي أون ميزيغ دو فار كيلكو شوز، على الأقل من طرف الذين هم عندهم قدرة على أن يفعلوا الشيء. ألم يحرك فيهم هذا شيئا؟ ألم يثير هذا ردة فعلهم؟ ألم يحرك فيهم هذا ردة فعل؟ خاصة من طرف الأشخاص الذين يستطيعون أن يتحركوا. ألا يستطيعون أن يتحركوا؟ ألا يستطيعون أن تكون لهم ردة فعل على هذا المشكل حتى يتم خفض نسبة الخطورة على صحة الأطفال؟ إذن هذا فيما يخص الفقرة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.